السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض موقع سمارت درو، وهتلاقي ان هو بيديني بعض التمبليت تسهل عليا، مثلا زي الجانت شارت. تبدأ تضيف تاسكات وتحدد التاسكات دي هتبدأ من امتى وتنتهي امتى، يعني ده البروجكت، دي الفترة بتاعت المشروع. هنا دي كل واحد فيهم هتقعد فترة قد ايه، وزي ما انت شايف انت اول ما بتعدل فيها في التاسك نفسها بيأثر على المشروع ككل. تقدر تضيف اكتر من تاسك زي ما انت عايز، تقدر تعدل الاسم مثلا، كل واحدة من دول تقدر تغير الوقت بتاعها والتاريخ، وتقدر تحذف عند هنا ريموف، عند مايل ستون سورت باي ديو ديت. ممكن تربط اتنين تاسك ببعض وتقول له خلي في علاقة بينهم، ان مثلا دي تنتهي دي تبدأ وهكذا. تقدر تحدد هنا مثلا عايزها بالمانس بالشهر اوتو زي ما انت عايز بالشكل دوت. ده التايم فريم، ده البروجكت اوبشن، تمام. يعني انت بتشتغل الايام كلها ولا بتشتغل كل ايام ما عدا الجمعه، اللي مراد دلوقتي خلوها سبت وحد اجازه ونص الجمعه. اوكي، أتمنى يعجبكم الموقع.